دي عفاف اللي بتحبني ولا بتطقني هي اللي بعتني لحد عندك علشان عارفه ان انت تعبانه قوي. الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا دناي، يا ربنا يمد في صحتي. ساعة واحدة بس راح أحب على راس الست عادي، أقولها حقك علي، أنا السبب، أنا اللي معرفتش يا ربي. إنتي اللي عملت فيكي كل ده. معلش، إن شاء الله ربنا هيديكي الصحة وهتعملي كل اللي نفسك فيه. في واحد اسمه كبداجي بيسعى سعادتك بره معاه. اطلب الدكتور وخليه يجي بسرعه. بس انت زين سويت اللي جبت الحربايه هذه معاك. انا من اليوم ورايح بعطيك الميداليه الذهبيه في النساء. سلامات سلامات. كنت عاوز تبيعني للكلب اللي اسمه علوان وتلهف من ورايا 350 ألف جنيه وهو مش هيطلق. ايه الكلام الفاضي ده؟ مين اللي قالك كده؟ اللي قالي قالي يا حبيبي. كنت عايز تاكلني وتأكدني للراجل الغريب. يبقى الواد النجس اللي اسمه طاعون هو اللي قالك. يبقى هو بقى كلامه صح. وماله يا نجمة مصر؟ انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ده انت صناع محلي معمول ايدي وعلى ايدي، خدتك ونظفتك وشغلتك وعليتك وخليتك نجمة مصر. ايه ببلاش ده؟ ملوش تمن؟ بتعايرني عليا عرة الرجالة انك هزقتني وقلعتني. سايبها لك يا اخويا مخدرة، ابقى اطلع انت ارقص لهم. لا على مهلك شوية بس، تعالي استني. تنسيش نفسك انك انت ماضية على عقد لا مؤاخذة، في شرط جزائي بمليون جنيه. عقد مين يا ابو عقد؟ العقد ده تبله وتشرب ميته. يا ولا يا ولا، ما تقطعش قلب امك عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. لا انت فاكر قلب امك ده ايه؟ حته دبشه زلطه ما بتحسش. ده انا ما بنامش طول الليل عشانك ولا بدوق النوم، وانا سامعاك عمال تعيط زي العيل الصغير. طب قول لي اعمل لك ايه وانا اعمله؟ اروح لاخوها ابوس على رجله واقول له جوزها لك؟ طب خدني انت له، انا ما اعرفش سكته. خدني له وانا اعرف. والله العظيم والله خيبين عليا ما كنت ابوس على جزمته واقول له يجوزها لك. بس ما تعملش في روحك كده يا حبيب قلب امك. يا ولا يا ولا، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام عليك. يا اخويا انت سايبني نمرتك مع المحل كله. ايه قلت يمكن تليني وتتصلي. بص يا شيخ عمران، اللي عاوز البيت يدخله من بابه، مش يبعت يجيب معاه سمسار. والله انا خفت ما يصير بينا لغه حوار وانا ابغى نتحدد. انا هقول لك بقى كلمتين ابرك من الفيديو كليب. زين، خير الكلام ما جل ودل. انت عاوز تتجوزني صح؟ صح. وانا موافقة بس ليا شرطين. اشرطي كيف ما بدك. الشرط الاول انك ما تخرجنيش برا مصر خالص. يا ستي يا ستي، السمكة حيمة بتخرج من الماء بتموت، وانا ما ابغى موتك. يا خيا ان شاء الله تسلم لي. الشرط التاني بقى انك تشتري لي الكباري بتاعنا كله وتكتبه لي باسمي. لا كتير كتير يا ستي ناني. اخصى عليك كتير عليا انا؟ لا ما في شيء كتير عليكي، بس اخشى ان عزوز ما يبغى يبيع. عزوز ده كلب فلوس، اسالني انا. يعني لو رميت له عظمه زياده ينزل على جزمتك يلحسها. زين الجول، بس بقى انا عندي شرط واحد عشان اقبل شروط. وكمان هتشرط؟ لا تاخذيني يا ست. قول لما نشوف. انا هشتري المحل. زين زين. وحكتبه باسمك. زين زين قوي. بس والله ما ترقص المخلوق غيري. وارقص ليه؟ هو انا هشتري كباريه عشان ارقص؟ لا رقصه ولا منيله. انا هشتري كباريه عشان اديره كله زي عزوز كده. نعم. مساء الخير. مساء النور. خير؟ في شيء؟ أنا ساكن في السويت اللي جنبك، وبعدين في الحقيقة يعني أنا لما عرفت إن أنتي ساكنة هنا في نفس الأوتيل يعني
قلت اجي اونسك واسلم عليكي. وانتوا عندكم بمصر لما تحبوا تسلموا على واحده بتدقوا عليها باب بيتها او اوضه نومها؟ عندكم بمصر ما في شيء اسمه ذوق ولا احترام؟ لا 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 طبعا، احنا عندنا في مصر كل الذوق والاحترام طبعا. لا 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 خالص، لا لا لا. وبعدين انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجه. وبعدين انا فاكر ان انت عشان خاطر عايشه في اوروبا الحاجات دي ما تفرقش معاكي، لكن انا اسف جدا، انا ما اقصدش اي حاجه. شفتي بقى، شفتي انا 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 كنت جاي مخصوص عشان خاطر كان في معلومات مهمه جدا عن الشغل كان لازم اكلمك فيها، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليك. يعني حصل خير، تقدر تنزل تنتظرني تحت وانا بحكي مع مستر عماد لانه هو المسؤول عن شغلي هون وبلحقك. تمام خلاص، انا هنزل استناكي تحت، بس يا ريت بلاش مستر عماد عشان خاطر المعلومات اللي عندي حابب اقولها لك لوحدك يعني. ها بفكر، بنشوف شو هي المعلومات الخطيره تبعك. تمام، انا استناكي تحت وخدي راحتك خالص، وبكرر اسف. يا انا اسف. هاتلي قناة التت يا ولا، عايزة اتعلم الرقص عشان اغلب البت نوالي. خرابي يا حاتي، ابني يا خرابي، عملتي في حق كده ليه يا ولا؟ عملتي في حق كده ليه يا ولا؟ يا ليه كده يا ولا؟ انا ما عليك تحرق البومك عليك، ليه كده يا ولا؟ يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 يا ابني. خدوني يا ناس. حبيبي يا سوكا، رد عليا يا ولا، يا ولا ده امك يا ولا، رد عليا، ما تسيبنيش قلبي عليك كده يا ولا. ارحمي يا رب يا ولا، ده ماليش غير، ده انا عايشه عشانك يا ولا، انا عايشه والله عشانك، انا ماليش حد عشانك يا اخويا يا اخويا. حبيبي يا سوكا، عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري؟ الواد هيروح في شربة مية يا اخويا. ايه يا مسوكة، ان شاء الله ينقلوا له شاي الدم ويعملوا له العملية وهيبقى زين بحق جاه مصطفى ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد سيد ابنك ده ابن موت، اقول له حرام عليك يا راجل، ما تفولش على الولا، قلبي بيوجعني. كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو، راح وساب لي الواد، ما عادش ليه حد في الدنيا غيره، هو عكازي وانا عكازي. يا عكازي اهدى يا مسوكة يا عكازي. بقول لك ايه، اديني تليفون. ما فيهوش رصيد يا اخويا. الو، السلام عليكم هاجر يا بنتي. عمك شكري معاك. تاخذنيش يا بنتي، بتصل بيك في وقت متاخر، بس معلش الظروف بقى. عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى، واحنا موجودين معاه. بطلب منك طلب يا بنتي، سايق عليك النبي لا تيجي تجري. ايوه تعالي، انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي. انت عايز نقعد معاه لوحدي؟ انت فاهم يعني ايه هعك الدنيا؟ ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه يا كوريا، ما تنزليش قبل تلت ساعه لحد ما اكون بعتلك حد تبع عماد يقعد جنبك. وخليكي تقيله كده وراسيه، وما ترديش عليه بسرعه، مهما قال لك حاجه لا تقولي ولا لا، قولي له هفكر. نعم يا اخويا. انت مالك؟ بقولك انت مش عاجبني، انت مال حالك مال كده؟ اقول لك جالي السويد تقول لي وماله، ودلوقتي تقول لي وطلب منك حاجه وقول له افكر؟ ليه ان شاء الله فاكرني ايه؟ وانت على طول حاطه دماغك شمال كده؟ بقولك لو طلب منك حاجه يعني في البيزنس في الشغل، مش حاجه شمال غلط. وبعدين خلي بالك، هو بيسيستم دماغك دلوقتي وهيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك. لا تردي عليه باه ولا لا، قولي له انا هفكر وهرد عليك. فهمتي؟ ماشي. والنبي انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه، انت وسمروان الزفت بتاعك ده، اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجزوز قادر يا كريم. طب اتاخري شويه، هو هيستناكي، وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت، وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا. ماشي، باي اخوي. يا رب استرها معايا قادر يا كريم،
انا ماليش غيرك انت عارف. انا ولا عندي سجل عليه خالص. مسوق حصل له ايه يا مسوق؟ انت اللي جابك هنا يا دي البت، انت اللي جابك هنا. هو ده انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح. يا شيخ حرام عليك، عايزه ايه منه؟ الواد هيموت نفسه وكان هيموت فيها. عايزه ايه؟ ده انت ايه يا شيخ؟ روحي كده اشوفه. طيب ابص عليه بس احمد. الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي. عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت. استر يا رب. لو سمحتي لو سمحتي، هو انا ممكن اخش ابص عليه؟ لا والله مش هينفع، عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبرة. لو سمحت اتفضلي. شكرا قوي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربيه هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم، بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان، عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير؟ عظيم. يلا اتفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وما في الدنيا ما بتشربش. يلا. ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضلي. خليني كده أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فيه نصبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليكي، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر. هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر بفكر. يا رب هاجر هاجر حبيبة قلبي، ياما الله كداكي فين يا هاجر؟ طار انا مش هغني تاني ياما، خلاص ادعيلي ياما والنبي. يا عزوز ادعي يا عزوز. بص يا اخوي،
انت عريس ما تتعيبش ومليون واحدة تتمناك، بس انا بقى قلبي مع غيرك. انت ترضى على كرامتك تتجوز واحدة قلبها مع غيرك؟ انا قلعت الدبلة خلاص، هبعتها لك هي وحاجتك كلها مع واحد قريبنا اسمه لوستا شكري. أيوة ده آخر كلام، ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري. مع السلامة. سوكا أنا بحبك أوي يا سوكا، وما أقدرش أستغنى عنك أبدا، وما ينفعش أكون لحد غيرك. حبيب امك، حمد لله على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا ماما. ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح، مصر ولاده. كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا ده انا معجب بيه جدا كمان، اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبة الحلو. هو صحيح جاب فيا جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحة عايز أطلعها منه الأول، وبعد كده هسلمهولك تشطفه كيف ما بدك. بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم؟ خير آمر. السكة هنا ما بقتش أمان، أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان امها. ست غلبانه وعيانه، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمه من بلده في الغربه ابدا، حتى لو كانت واطيه زيها. والنعم فيك. متشكر يا ابراهيم، كتر خيرك. والله والله لو مو علشان كبداكي كان دفنتك انت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على اعمالكم القذره. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لامك، وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قلة الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهمة هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، والا يستمر حبسها لمدة 45 يوماً تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر اللي هيتولعوا في نار جهنم قادر يا كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه، انا حاسة ولا اللي بسها كلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك؟ قول اخويا بدل ما انا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في قطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخويا. أوه مفيش فايدة، ما احنا في بلد أجنبي بقى، ما هي سلطة، هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المرة دي.
انت ما بتفهم يا نصرتي كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا. تعال يا اخوي تعال. ده انا اكلت علقة يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. سلامتك. والله طبعا نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعال تعال يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعال هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير كنت اقعد اعزف عليه. بس ما اقولكش عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا مبسوطه قوي يا بابي ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر وعايزه اروح البيوتي سنتر عند دينا. عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وبيديكير وعايزه اعمل مساج. بابي نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول. بابي نفسي اعمل حاجات كتيره قوي وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا. اما اللف ودارا وفسح انت ومعاكي حضره الضابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت. عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه. مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه يا لهوي استرها علينا يا رب. طب اقول لك يا اخويا ما تقصر الشر وترجع على مصر. مش وقت طرد الوقت. انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوريا هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه. اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدكي هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك. انت ما بتزهقش منه. ليه يا كبدكي؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب. دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه؟ ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبدكي. وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي عند التاني حاجه ياخدها. بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص. انا فيها لا اخفيها. انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كبداكي ومش لازمان. واقول لك على حاجه من غير تليفونات. سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين. روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني. خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضك تعالى انت قتلني بداله.